انا فقت النوم لقيت 50 واحد هون. ما خبرتي ليه لا جهزت له كل شيء وزبطت نسقت انا وعلاء سركيس التياب بالالوان بس بتفضل معنا الفوتو سيشن. بعتبر الصور هي الشيء الوحيد اللي بضل لك من ذكرياتك. انا هوايه يعني بحسها مو انا انفلونسر وبنزل وكذا وهيك، فحس يعني هذا الشيء جزء من شغلي ومن حياتي ولصفحتي ولحسابي يعني هيك. ما كتير انا بحب الصور بس مجبر اخاك الله بطل يعني عرفتي. وهالفوتوشوت كانت اول فوتوشوت ليزن ولما مع البيبي من بعد ولادته من حوالي شهرين، فلهيك اعتمدوا الاوتفيتس المتناسقه من ناحيه الالوان ليعطوا مود الهابي فاميلي. لبسنا افرول بيج بيلبق مع الفستان دونتي للما. اللوك الثاني اخترت لهم يلبسوا جينزات نوتلين جينز، حتى ادم يعني هلا الصوره حتكون لابس بنطلون جينز قميص ابيض، الكاجوال كثير بيلبق لهم، بيلبق ليزن وللما. والبيت اللي عم بيصير فيه الفوتوشوت كمان جديد وانتقلوا عليه يزن ولما من يوم واحد بس. عامل الأساسي هو البيبي الجديد، يعني كمان ما كتير نحن فينا نخاطر بوجوده بهيدا الطقس اللي هو العامل الثاني انه يطلع برا البيت. اعتمدنا انه يكون التصوير مريح اكثر هون بالبيت، بيعطينا الجو الحميمي المطلوب اكثر للصور نحن بدنا اياها، يعني جو العائله اكثر، هن مرتاحين اكثر. ولكمل هالفوتوشوت اعتمدت لما الميك اب من توقيع صديق العزيز ميلاد حنون. اول شيء لما هي بالاساس حلوه يعني ما انا بعمل شوي بس اكيد في باز قوي. اليوم اعتمدت شيء كثير خفيف لانه عم نتصور شيء كأم وعائله. اليوم الفوتو سيشن هي انه لما صارت ماما كمان مرة تانية لبيبي آدم الله يخلي لها، اعتمدت شيء كتير ناعم وشعر مربوط يعني تبين ماما حقيقية ما يبين انه معمول جهد كتير بالميك اب. بدي انه يكون الفوكس هو على الاوتفت اللي هي حتلبسه. والله بس هيك بحط حالي بين ايدين ميلاد وخلص يعني هون بنتهي الموضوع، بعرف حالي حيطلع شيء كتير حلو مميز. بس احلى شيء بهذا اليوم انه آدم كان نايم كل الوقت وما تعب امه وابوه ابدا خلال التصوير. ما في غير بالليل وقت بدي نام، امبارح لك نسالي حرام اخذوا زعل علي وقال لي خلص انتوا عودتوا على الهز شو بدي اعمل يعني. وهالتعب كله بسبب مسؤوليات لما اللي كبرت من وقت النيو بيبي. يعني صار في مسؤوليه، ما عاد فيكي انه انا هلا ولا قرر اللي بدي سافر ضب الشنطه وامشي، صار في حدا يعني اصاله صارت كبيره يعني ما شاء الله صبيه ما عاد تفكر بمسؤوليتها، هي مسؤوله عن نفسها. بس هون صار بدك تفكري يعني انا بدي انزل مثلا اعمل شعري، بدي امن مين في موجود بالبيت، بدي اشوف ماما اذا فاضيه صرنا نعمل مناوبات مين موجود بالبيت، السفر صار بدنا نحسب له حساب. يعني انا كنت كل وقتي بالطياره، الحمد لله في كورونا ساعدتني شوي. تركيزها كان علي، هلا راح تركيزها على ادم يعني غيرها. ريحتني شوي لا بالعادة كان يعني كل دقيقة بدق ثلاث مرات، هلأ يعني مرة مثلا نص مرة. والتركيز على البيبي انه مين طالع بيشبه، الكل اجمع انه شبه لوالدته، لكن شو الصفات يلي بيحبوا يربوا ابنهم عليها؟ هلأ انا بقول ان شاء الله يطلع طيب وما يطلع طيب، لانه انا حدا طيب كتير. للأسف الطيبة بهذا الزمن صارت يعني بتحسي حالك انك انت مغدورة. مني قوة شخصيتي ثقتي بنفسي بس. ومع انه لما ويزن عندهم اولاد من قبل الا انه هذا اول طفل لهم سوا، فكيف تغيرت حياتهم من بعد ادم؟ قربنا كثير، يعني انا كنت مثلا عايش بيتي لحالي ولما عند اهلها، بس نحن دائما مع بعض 24 ساعه مع بعض، هلا صرنا مع بعض. اضطرينا نقعد. يعني انا بدي اشتاق له وهو بده يشتاق له، ما عاد فينا نعيش كانه انا كنت عايشه مع اهلي، ويعني انه هلا صار فينا نجتمع ببيت واحد لانه هو ما حيقعد يقعد بلا وانا ما حقدر اقعد بلا يعني هيك. وهالكلام بيعني انه يزن يشجع الزوجين على اقامه كل واحد منهم ببيت مختلف؟ شجع الكل يكون يعملوا هي القصه لحتى يصير في هيك سسبنس بالحياه، يصير في اشتياق. المشكله العلاقه الزوجيه او الحياه الزوجيه بشكل عام هي حياه ما كثير ممله، يعني انت تخيلي واحد كل يوم انت وياه عم تشوفوا بعض تشوفوا بعض، إذا بتكوني بتكون دي وخلكوا من بعض بهي القصة بتلاقي بتحسي بتقوي العلاقة. أنا هيك بشوف. وهاليوم اختتموا بصورة على عائلة لما مع أهلها وإخواتها والأحفاد.